السلام عليكم. اليوم دائما مع وصفات ام وليد ان شاء الله. اليوم راح نعملو غريبيه بالسميد ولا نواه كوكو اللي هي جوز الهند. يعني كاينه واحد الاخت طلبتها بزاف مني وانا ما نقدرش ما نلبي لكمش طلباتكم. اليوم واش راح نحتاج في هذه الوصفه؟ راح نحتاج زوج حبيبات تاع البيض، راح نحتاجو نص كاس تاع السكر، الكاس اللي يرفد 240 مليلتر، نص كاس تاع الزيت، لاغوم عطر البرتقال، ولا الزاز تاع البرتقال. هنا تقدري تعوضيهم بلافاني الى ما عندكش. يعني هنا ماشي هذا ماشي يعني مكون رئيسي. نحتاجو كاس تاع نواه كوكو جوز الهند، وحده خميره الحلوه، والسميد الرطب لازم، هذاك الرطب كامل يعني الرقيق، ونتحقو السكر غلاش باش نرمدو الحلوه تاعنا. نبداو بالطريقه مباشره. ندير زوج حبيبات تاع البيض تاعنا، انا نشوفو ندير معاهم نص كاس عادي سكر يعني حبيبات، نخلطهم. اذا مع هذا ندير معاهم لو زيست، هذا الزيست نحيتو كيما نهاري درنا معجون البرتقال، نخبيه في المجمد ويبقى يعني تسحقي تجبدي حوالي مغرف صغيره تاع المعطر، تقدروا تستغناو عليه لكن احنا عطينا بنا ما شاء الله الحلوه تاعنا. اذا نخلطو مليح. اذا نضيف نص كاس تاع الزيت، يعني والله غير المقادير كلها موجوده في اي بيت، وهذه يعني من اول الحلويات اللي تعلمت فيهم يعني بكل صراحه. اذا نخلطهم مليح، ندير الكاس تاع جوز الهند، دائما نعطيكم مقادير قليله. نبدا ندير في السميد، السميد الرطب، ما ديروش السميد الحرج، لا مش راح تجيكم مليحه. السميد الرطب، ندير كيس تاع الخميره تاع الحلوه، هنا نستعمل يدي، هنا نقول لكم ما تبقاش تحبسي السميد الرطب، لازم العجينه تجينا بزاف طريه وتجي تتلصق، لانه كما نعرفوا انه السميد يشرب، اذا ما لازمش نشفوها كما الصابلي، نخلوها طريه على الصابلي. اذا نزيد باش نوريكم القوام تاعها كيفاش يجينا. رايحة نزيد، مازالت طرية بزاف، وريحة البرتقال يعني والله غير روعة. ها هي هنا نحبس، شوفوا القوام تاعها يعني يجي طري بزاف ويتلصق في اليد. هنا نحبس، اذا نلمها مليح. ها هي العجينة تاعنا واجدة. الان بدنا نشكل في الحلوة تاعي، شوفوا الحلوة شحال طرية، يعني تجي بزاف خفيفه. يعني هذا من اسرار نجاح هذه الغريبيه، الا درتيها ناشفه بزاف مش راح تجيك طريه. اذا نكورها شويه، ولا كانت تلصق في يدك بزاف تقدري ديري شويه تاع المزهر في يدك وتخدمي. اذا نديروها في السكر كلاص كما رانا نشوفوا، رمدوها مليح ونحطوها في السنيوه تاعنا كما رانا نشوفوا بهذه الطريقه. اذا نزيدوا حبه ونديرو حسابنا انها فيها الخميره، ولا كل مره نغسلو يدينا بهذه الطريقه باش ما تلصقناش. اذا نغمدوهم مليح في السكر كلاص وندخلهم على 180 درجه حتى يطيبوا، يعني رايحين يتشقوا هاد الغريبيه هادية. ونعاود نرجع لكم فيما بعد باش تشوفوها في طبق التقديم ان شاء الله. اذا ها هي الحلوه تاعي بعد ما طابت. هذه الكميه عملت لي حوالي 20 حبه، يعني ما شاء الله زوج بيضات، وكان نقدر يعني نوصل لكم والله الرائحه، واحد الريحه يعني ما شاء الله، ريحه البرتقال وريحه لانواط كوكو. يعني شوفوا كيفاش طيبوها، تحمر من تحت فقط، من فوق حاجه قليله فقط. ها هي الحلوه امامنا واجده، سهله ظريفه،
يعني تنفع للمناسبات حتى كي يجوك ضيوف لولادك، وعلاش لا لا، راح نقسم لكم حبه باش تشوفوا القوام تاعها كيفاش داير. ها هي الحلوه تاعنا، تجينا طريه وتجينا يعني روعه وبنينه. نتمنى انكم تجربوها وتنال اعجابكم، واذا عجبتكم الوصفه تاع اليوم ما عليكم غير ديروا جيم لا فيديو، تشاركوا في القناه حتى يصلكم الجديد. والى الملتقى ان شاء الله مع وصفه جديده، والى اللقاء.